للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الباحث الاقتصادي الأستاذ سامي الحسن. أهلا بكم أستاذ سامي إلى استوديو رافدين. غدا يعقد بالكويت مؤتمر المانحين لإعادة إعمار المناطق المستعادة من سيطرة تنظيم الدولة. ما هو هدف المؤتمر الحقيقي غير المعلن؟ السلام عليكم، تحية لك ومشاهديك. بالنسبة لهذا المؤتمر، الهدف الحقيقي هو إيجاد سبيل لتمويل العملية السياسية وإطالة عمرها بما يتناسب مع المصلحة الأمريكية في المنطقة بالعموم. حكومة المالكي مفلسة، هناك توصيات كثيرة من المصارف الدولية والنوادي الإقراضية بتقليص القطاع الحكومي وفصل الناس وعدم توظيف أعداد كثيرة لكي يتسنى لهم الموافقة على إقرار حكومة العباد وإنقاذها. بالمقابل هناك نقص كبير في السيولة لدى هذه الحكومة بسبب العمليات الأمنية والفشل والفساد والتأثيرات المتراكمة عليها، ورغبة هذه الدعوة بشراء الثمن وهم يقومون بصرف مبالغ كبيرة بهذا الهدف. يعني برأيك هل سنشهد هناك أو يكون هناك نجاح للعبادي بالحصول على الأموال المطلوبة، وخاصة هناك مخاوف من ذهاب هذه الأموال إلى ما سمي بحيتان الفساد؟ سيدي، هناك وثيقة سربت من مكتب رئيس الوزراء لنا. هذه الوثيقة تحتوي على 58 مشروع رئيسي. هناك مشاريع صغرى طبعا يزداد عددها، لكن من 58 مشروع هناك 38 مشروع استراتيجي ضمن هذه المشاريع. لما تقعد تحسب وتحللها ترى أن 8 مشاريع فقط من 38 مشروع الرئيسي هي فقط في المناطق المدمرة. إذا شعار إعادة الإعمار هو شعار كاذب وليس حقيقي، وإنما المشاريع التي سيتقدمها العبادي إلى دول المانحة هي مشاريع تزيد من إيرادات حكومته لكي يعيد استثمارها جنوب العراق. وأقدر أعطيك أمثلة أيضا يعني إذا تحب، لكن بالعموم هذا هو الهدف الحقيقي. مع تقديم العبادي لهذه المشاريع، يعني ما الذي ينوي العبادي فعله في المؤتمر؟ ألو تسمعني أستاذ سامي؟ أسمع. يعني مع المشاريع المقدمة من قبل العبادي، هذه المشاريع وخصوصا المشاريع الغير موجودة في المناطق التي يجب إعادة إعمارها، ما الذي ينوي العبادي فعله في المؤتمر؟ عبادي سيقوم بتقديم هذه الوثيقة التي استربت إلى كل دول المانحة باعتبار أنها المشاريع التي تحتاجها الحكومة لإعادة تأهيل الحكم وليس إعادة تأهيل المدن المدمرة. وهنا الحقيقة، لن تعمر المدن المدمرة. الحقيقة أن هذه الأموال التي تجمع وتجبى من قبل الأمريكان بالضغط على الدول العربية المجاورة لتمويل حكومة العبادي بالنيابة عنها هي لتثبيت حكم حزب الدعوة فقط ليس إلا. نعم الأستاذ سامي الحسن الباحث الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.